معنا من لندن المستشار في شؤون الطاقة والنفط الدكتور مصطفى البازركان. دكتور مصطفى مساء الخير، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. كما كان متوقعا جاء يعني الرد الروسي بشكل رسمي هذه المرة، كان هناك تلميحات على مدى الأيام القليلة الماضية، ما الذي نتوقع كأثر مباشر للقرار الروسي هذا على أسعار النفط، على أسواق النفط بشكل عام؟ تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. طبعا لا بد من توضيح أنه قرار الرئيس أو مرسوم الرئيس بوتين يعني بين قوسين كل شيء تحت السيطرة من الجانب الروسي، ولكن شهدنا تخبطا خلال الأيام الماضية. يعني كان هناك تلويح بخفض الإنتاج بين 5 إلى 7% من الإنتاج الروسي الذي يبلغ 10 ملايين برميل، ولكن يظهر أنه كان هناك بعض الاعتراضات من منتجين آخرين لهذا. لماذا؟ لأنه روسيا هي ضمن تجمع أوبك بلاس، ولذلك أي قرار ستتخذه لا بد أنه يؤثر على مصالح الدول الأخرى، ولذلك من الواضح أنه روسيا تراجعت اليوم. هذا المرسوم يضع يعني خطوات باتجاه عدم تصدير النفط والمنتجات النفطية، ولكن تحصيل حاصل هذا القرار هو موجود من الجانب الأوروبي. يعني يوم 4 شباط القادم سيتم هناك الاستغناء عن استيراد النفط والمنتجات النفطية. هذا الذي يجعل أنه هذا القرار من الجانب الروسي قد يكون لتعزيز الجبهة الداخلية، ولكن هناك نقطة واضحة جدا أنه روسيا تأكدت أنه العقوبات اللي مفروضة عليها وهي الأشد في تاريخ العالم لن ترفع حتى لو توقفت الحرب في أوكرانيا، ولذلك نشهد هذا التصعيد إن صح التعبير في قطاع الطاقة، وبالتالي يؤثر حتى على الاقتصاد العالمي والاقتصادات الأخرى. طيب مسألة تخفيض النفط دكتور مصطفى، لأنه نائب رئيس الوزراء الروسي قبل أيام السيد نوفاك ألمح إلى هذه المسألة كما أشرت، بين 5 و7% تخفيض في الإنتاج. هل هذا برأيك يعني أصبح الآن مفروغا منه، يعني خطوة لن تتخذها روسيا، خاصة أنه لم يتم التنسيق حولها مع مجموعة أوبك بلس؟ روسيا لا تود أنه تخلق أعداء إن صح التعبير جدد لها، ولذلك نعتقد كان جس النبض من ذلك التصريح، ومن الواضح أن روسيا تراجعت عن هذا القرار. هذا القرار الجديد القديم، لماذا؟ لأنه الاتحاد الأوروبي 27 دولة أقرت ذلك، ولكن هناك نقطة قد يكون الرئيس بوتين يعتمد على هناك ارتفاع في طلب على النفط والمنتجات النفطية في الصين في الهند، ولذلك قد يكون هناك توجيه لأسواق جديدة، وخاصة حينما تابعنا الأخبار أن هناك تقرير يقول أنه روسيا استرجعت أكثر من 100 سفينة لنقل النفط من فنزويلا ومن إيران، كانت تنقل النفط الفنزويلي والإيراني. لماذا؟ لأن الدولة تحت العقوبات، اليوم استرجعتها ذلك لي إعادة تصدير النفط الروسي إلى أسواق جديدة. مسألتين وردتا في هذا البند في هذا المرسوم دكتور مصطفى. أولا، بإمكان الرئيس بوتين إلغاء الحظر في حالات خاصة، هذه نقطة. النقطة الأخرى أنه يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في 5 فبراير، ويظل ساري المفعول لغاية 1 يوليو، يعني 5 أشهر تقريبا. لماذا برأيك تم وضع الفترة الزمنية هذه في المرسوم؟ أولا، النقطة الأولى التي تفضلت بذكرها، وهي قد يكون هناك بعض الدول حتى ضمن الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال يعني قد يكون هنغاريا، رومانيا، هذه أعطيت صلاحية للرئيس بوتين، أو حتى دول من الخارج. لماذا؟ هي ليست الدول التي فرضت سقفا، ولكن هناك دول ستلتزم بهذا السقف خارج دول الاتحاد الأوروبي. هذه من نقطة. من نقطة ثانية، من الواضح خلال الأيام الماضية كان هناك مؤشرات على جلوس إلى طاولة المفاوضات بين أوكرانيا وبين روسيا، ولكن هناك بعض التصريحات الأخرى، يعني خلال اليومين الماضيين هناك مطالبات بطرد روسيا من مجلس الأمن، هذه نقطة. النقطة الثانية، كان هناك تصريح شديد بتوجيه يعني التخلص من رأس النظام والمقصود فيه بوتين. هذه جميعها قد وضع بوتين هذه 5 أشهر بمعنى هذه هي الفترة التي ممكن أنه
تؤخذ بالاعتبار كافة الطروحات وكافة المطالبات بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. قد يكون هناك قبل ذلك قرار بإلغاء هذا الحظر على تصدير النفط ومنتجات النفط. طبعا بعض الدول التي أشرت إليها مثل هنغاري كانت تعارض مسألة فرض العقوبات على روسيا منذ اليوم الأول. المسألة الأخرى دكتور مصطفى في الوقت المتبقي، الغاز، ما الذي نتوقع فيما يتعلق بالغاز؟ هذا مرسوم يتعلق بالنفط، هل نتوقع شيء مشابه بالنسبة للغاز؟ بالنسبة للغاز، الغاز لم تتخلص من الاعتماد عليه الدول الأوروبية. يعني على سبيل المثال يوم أمس كان هناك تصريح بأن روسيا يمكنها تصدير النفط عن طريق خط يامال الذي يمر من روسيا بيلاروسيا بولندا وألمانيا. هذا الخط من منع تصدير الغاز؟ روسيا بذاتها. لماذا؟ لأنه الدول المستوردة للغاز الروسي رفضت التعامل بالروبل. هذه نقطة. النقطة الثانية، لحد قبل 5 أيام الغاز الروسي يصل عبر أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي. كان هناك يعني كمية بحدود 40 مليون متر مكعب وصل إلى، ولذلك الغاز لا يزال مستمر. ولكن بالتأكيد روسيا تأخذ بالاعتبار أما مصالحها أيضا، وكذلك دول البديلة عن المستوردين من الغاز الروسي ليس هناك شبكات أنابيب لإيصالها، ولذلك قد يكون هناك استعاضة بالغاز المسال، وهذا أيضا يحتاج إلى سفن للنقل إلى أسواق جديدة. شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى البازركان المستشار في شؤون الطاقة والنفط، كان معنا من لندن.